المرأة المسلمة مهاجرة. سادسة، أم سلمة رضي الله عنها، أم حبيبة رضي الله عنها، أسماء بنت عميس، ليلى بنت أبي حثمة ابن حذيفة، الشفاء بنت عبد الله القرشية، فاطمة بنت قيس القرشية، مهاجرات مضحيات. ذكريات كفاح. تألقت في تاريخ المرأة المؤمنة أسماء نساء هاجرن إلى الله ورسوله، وبقيت ذكريات كفاحهن ونضالهن نورا يضيء الطريق لكل مسلمة هدفها أن تجمع بين عزة الدنيا ونعيم الآخرة. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. هامش: اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم من صحابي واحد، وهذا النوع أعلى أنواع الحديث في الصحة والقبول. وكان مشايخنا يستحبون البداءة به في الكتب تنبيها للطالب على تصحيح النية، وهو أصل عظيم من أصول الدين وقاعدة كبيرة من قواعد الشرح المبين. انتهى الهامش. وإليك نماذج من أولئك المهاجرات المضحيات. واحد، أم سلمة أم المؤمنين. كانت أول المهاجرين أبو سلمة وزوجه وابنه، فلما عزم على الخروج قال له أصهاره: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذا؟ على ما نتركك تسير بها في البلاد. وأخذوا منه زوجته، فغضب آل أبي سلمة لرجلهم وقالوا: لا نترك ابننا معها، إذ نذعتموها من صاحبنا. وتجاذبوا الغلام بينهم فخلعوا يده وذهبوا به، وانطلق أبو سلمة وحيدا إلى المدينة. فكانت أم سلمة بعد ذهاب زوجها وضياع ابنها تخرج كل غداة بالأبطح تبكي حتى تمسي نحو سنة. فرق لها أحد ذويها وقال: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ لقد فرقتم بينها وبين زوجها وولدها. فقالوا لها: الحقي بزوجك إن شئت. فاسترجعت ابنها من عصبته وهاجرت إلى المدينة. لم تكن هذه هي الهجرة الأولى لأبي سلمة وزوجه هند، إن لهما ماضيا مجيدا في الإسلام، فقد كانا من السابقين الأولين وهاجرا معا إلى الحبشة حيث ولدت هناك ابنهما سلمة، ثم قدما مكة حتى ضاقت بالمسلمين وألحت في اضطهادهم، وها هي ذي تلحق بزوجها بعد أن حيل بينه وبينها. وضعت ابنها في حجرها وركبت بعيرها إلى المدينة المنورة تريد زوجها، وما معها أحد من خلق الله، حتى إذا كانت بالتنعيم على فرسخين من مكة لقيت عثمان بن طلحة فقال: أين يا بنت أبي أمية؟ قلت: أريد زوجي بالمدينة. فقال: هل معك أحد؟ فقلت: لا والله إلا الله وابني هذا. فقال: والله ما لك مترك. وأخذ بخطام البعير فانطلق معي يقودني، فوالله ما صحبت رجلا من العربي أراه أكرم منه. هامش: كان عثمان يومئذ على كفره، وإنما أسلم في هدنة الحديبية، وهاجر قبل الفتح مع خالد بن الوليد. فلما فتحت مكة دفع الرسول إليه مفاتيح الكعبة وإلى ابن عمه شيبة ابن عثمان بن أبي طلحة، وقتل عثمان شهيدا بأجنادين في خلافة عمر.
الروض الأنف. انتهى الهامش. وأخذ بخطام البعير فانطلق معي يقودني، فوالله ما صحبت رجلا من العرب أراه أكرم منه. إذا نزل المنزل أناخ بي، ثم تنحى إلى شجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه ورحله، ثم استأخر عني وقال اركبي. فإذا ركبت واستويت على بعيره أتى فأخذ بخطامه فقاد حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع بي ذلك حتى قدم بي المدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمرو ابن عوف بقباء، وكان بها منزل أبي سلمة في مهاجره، قال إن زوجك في هذه القرية، فادخليها على بركة الله. ثم انصرف إلى مكة. هامش السيرة والإصابة والاستيعاب. فكانت أم سلمة بين المهاجرات أول ضعينة دخلت المدينة، كما كانت أول مسلمة هاجرت إلى الحبشة. هامش الإصابة والاستيعاب. انتهى الهامش. وكذلك كان زوجها أبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي أول من هاجر إلى يثرب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المدينة عكفت على تربية صغارها، وتفرغ زوجها لمعركة الإسلام. ولما خرج الرسول في غزوة ذي العشيرة في جماد الأولى من السنة الثانية للهجرة، وهي السنة التي وادع فيها بني مدلج وحلفاءهم بني ضمرة، اختار أبا سلمة من بين أصحابه فاستعمله على المدينة، وشهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم غزوة بدر الكبرى، وعقد له الرسول صلى الله عليه وسلم لواء سرية لإخضاع بني أسد عدتها 150 رجلا، وكان تحت لوائه أبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص. وحقق الفارس أبو سلمة ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ العدو على غرة، وقاد معركة ظافرة وعاد غانما. وكان أبو سلمة يقود معركته وفيه جرح خطير أصابه يوم أحد، ثم التأم التئاما سطحيا، فلما أجهده النضال مع بني أسد عاد الجرح فنغر وظل به حتى قضي عليه، أو وظل به حتى قضى عليه. وحضره النبي وهو على فراش موته، وبقي إلى جانبه يدعو له بخير حتى مات، فأسبل بيده الكريمة عينيه وكبر عليه 9 تكبيرات. قيل له: يا رسول الله، أسهوت أم نسيت؟ فأجاب: لم أسهو ولم أنسى، ولو كبرت على أبي سلمة 1000 كان أهلا لذاك. هامش تاريخ الطبري والإصابة. انتهى الهامش. وترك من بعده أم سلمة هند بنت زاد الركب أولى المهاجرات إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وتقدم إليها أبو بكر وعمر خاطبين فرفضت في رفق. ومن بعدهما بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها، فتمنت لو يتاح لها ذلك الشرف العظيم، لكنها اعتذرت وقالت: إنها غيري، مسنة ذات عيال. فأجاب محمد عليه الصلاة والسلام: أما أنك مسنة فأنا أكبر منك، وأما الغيرة فيذهبها الله عنك، وأما العيال فإلى الله ورسوله. هامش الصمت الثمين. وقد زوج النبي سلمة بنت عمه حمزة نسب قريش. انتهى الهامش. وتم الزواج. هذه قصة هجرة أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه إحدى الصحابيات الجليلات. أردت أن أضعها كاملة أمام القارئ ليدرك كم كانت تضحية أبي سلمة،
وكم تحمل آل أبي سلمة من المتاعب النفسية. رجل يفرق بينه وبين زوجه وبين ولده، وزوجة مسلمة يفرق بينها وبين زوجها ووالدها، ثم طفل بريء يفرق بينه وبين أبيه وأمه. والقصة بدون تعليق تنطق بما عاناه آل بني سلمة، وحسبنا ما قالته أم سلمة: ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة. إن أم سلمة لم يفتها أن تشيد بأنبل موقف لعثمان بن طلحة، إنه موقف ينم عن مروءة وشهامة ونبل ورجولة، على الرغم من أنه لم يكن مسلما آنذاك. إن كفره لم يمنع أم سلمة من أن تعترف له بالفضل وتقر له بالوفاء، فالعربي كان ولا يزال من أبرز صفاته النبل والشهامة والمروءة والرجولة. ولا يفوتنا أن نحدثك عن عبقرية أم سلمة في الإسلام. أم سلمة ودور القدوة العملية في التربية. كل المؤرخين الإسلاميين تحدثوا عن عبقرية أم سلمة الفريدة عندما هبط المسلمون على مشارف مكة ونزلوا عند الحديبية على بعد أميال من مكة، وفي قلوبهم ذلك الأمل الحلو أن يطوفوا بالبيت العتيق، ولكنهم عندما رأوا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرك، وسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد حبسها حابس الفيل، عندئذ راحوا يفكرون: هل يمنعون من دخول البيت الحرام؟ وهل سيعودون مقهورين دون أن يدخلوا مكة؟ وقطع عليهم هذا التساؤل نداء الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم: قوموا فانحروا ثم احلقوا. ولكن كيف يعودون بلا طواف ولا سعي ولا عمرة؟ إن الأمل الحل كان يداعب أفئدتهم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يتحللوا من إحرامهم، ولكن المسلمين قد أصابهم الوجوم فلم يحركوا ساكنا. لقد أوقعتهم المفاجأة في دهشة وحيرة ملكت عليهم عقولهم وأفئدتهم. وهنا يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم على زوجه أم سلمة أم المؤمنين ويذكر لها ما لقي من الناس: لقد قال لهم: قوموا فانحروا واحلقوا، فوالله ما قام منهم أحد. وتفتق ذهنها عن عبقرية قل نظيرها في التاريخ. قلت: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحد، أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. إن الأمر اللفظي لم يحرك ساكن أحد، فليكن الأمر العملي، إنه هو الذي يحسم الموقف. فخرج صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحد حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا. حديث صحيح، وهو من تمام قصة الحديبية عن البخاري وأحمد. فيا له من درس تربوي خالد فقهناه من أم سلمة رضي الله عنها خريجة بيت النبوة عن دور القدوة العملية في التربية. 2. أم حبيبة بنت أبي سفيان. من كرام من هاجر إلى الحبشة من النساء المسلمات بنت رجل من أكبر المعاندين والمعادين للدعوة آنذاك، أم حبيبة بنت أبي سفيان. هاجرت تاركة أباها وأمها وأخواتها والعز والمنع في ظلهم، ماضية إلى أرض الغربة والوحشة والنأي
مع زوجها عبيد الله بن جحش. وقد ألفنا أن تترك المرأة أهلها مرضاة لزوجها، ولكننا لم نألف أن امرأة تعيش غربتها وحيدة بلا أهل ولا زوج حفاظا على دينها. لقد تنصر زوجها ودعاها إلى النصرانية فرفضته وقاطعته، ولم تتخلى عن دينها وهي في غربتها بلا أهل، وظلت تعاني آلام الغربة القاتلة وآلام الترمل وآلام الوحدة والوحشة لا يجمعها مع مهاجر الحبشة إلا رابطة العقيدة، بينما أبوها سيد مكة وصاحب الكلمة النافذة والرأي المطاع، لكنها ترفض حماه وتأوي إلى حمى الله ورعايته صابرة صادقة مجاهدة. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. إنها مثال للمرأة المسلمة تقف ضد زوجها يوم يحمل عقيدة غير عقيدتها ودينا غير دينها فتماريه ولو كان زوجها، وتقف معاكسة له في طريقه. وسيظل هذا شأن المرأة المسلمة ضد زوجها يوم يدعوها للانحراف والمعصية، يوم يدعوها إلى معصية الخالق، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أيا كان، يوم يدعوها للزينة الآثمة أمام الآخرين، يوم يطلب منها التبرج في الطريق، يوم يدعوها إلى حضور الليالي الحمراء في المواخير والمراقص والملاهي، يوم يدعوها إلى رؤية الأفلام الماجنة. إنها تمثل عنصر الاستقامة في البيئة الفاسدة. إن ابنتها الوحيدة حبيبة هي رفيقتها في غربتها، لا سبيل لها إلى أرض الوطن، وهناك أبوها يعلنها حربا شعواء على النبي صلى الله عليه وسلم. ومرت حقبة من الزمن وهي في عزلتها الحزينة، حتى شعرت ذات يوم بجارية من جوار النجاشي تطرق بابها مستأذنة. لقد كانت تحمل رسالة النجاشي: إن الملك يقول لك وكلي من يزوجك من نبي العرب فقد أرسل إليك يخطبك. واجتمع المسلمون في المساء بقصر النجاشي ليشهدوا إعلان الخطبة والزواج، وتلقت أم حبيبة التهاني والهدايا وأصبحت أما للمؤمنين. واحتفلت المدينة المنورة فيما بعد بدخول بنت أبي سفيان بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد آلمها أن تظل الحرب دائرة بين زوجها وأبيها، وكان كل أملها أن يتحقق وعد ربها: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. وتم فتح مكة، وأعلن أبو سفيان إسلامه، وبعث أبو سفيان من نادى في مكة: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وعادت الفرحة تغمر قلب رملة، وسجدت لله شاكرة. وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت ربها في خلافة أخيها معاوية. 3. أسماء بنت عميس ذات الهجرتين. أسلمت أسماء قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم، وبايعت الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وهاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر ابن أبي طالب، وقالت: يا رسول الله، إن رجالا يفخرون علينا ويزعمون أن لسنا من المهاجرين الأولين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لكم هجرتان، هاجرتم إلى أرض الحبشة ونحن مرهونون بمكة، ثم هاجرتم بعد ذلك. وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم 60 حديثا. قال الدارقطني: انفرد بالإخراج عنها مسلم،
ولم يذكر عدد ما أخرج لها من الأحاديث أو لم يذكر. وكان عمر بن الخطاب يسأل أسماء بنت عميس عن تفسير المنام، ونقل عنها أشياء من ذلك ومن غيره. ويقال إنها لما بلغها قتل ولدها محمد بمصر قامت إلى مسجد بيتها وكظمت غيظها حتى شخب ثدياها دما. هامش الإصابة، طبقات ابن سعد، الاستيعاب، أسد الغابة، سيرة ابن هشام، سير النبلاء. انتهى الهامش. وأخرج ابن السكن بسند صحيح عن الشعبي قال: تزوج علي أسماء بنت عميس فتفاخر ابناها محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر، فقال كل منهما: أنا أكرم منك وأبي خير من أبيك. فقال لها علي: اقض بينهما. فقالت: ما رأيت شابا خيرا من جعفر ولا كهلا خيرا من أبي بكر. فقال لها علي: فماذا أبقيت لنا؟ هامش الإصابة، طبقات ابن سعد، الاستيعاب، أسد الغابة، سيرة ابن هشام. 4. ليلى بنت أبي حثمة ابن حذيفة. من فواضل نساء عصرها، أسلمت قديما وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم. هاجرت الهجرتين جميعا مع زوجها عامر ابن ربيعة العنزي، ثم هاجرت إلى المدينة. ويقال إنها أول ضعينة دخلت المدينة في الهجرة وصلت إلى القبلتين. وتقول ليلى: كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا، فلما تهيأنا للخروج إلى أرض الحبشة جاءني عمر وأنا على بعيري فقال: إلى أين أم عبد الله؟ فقلت: آذيتمونا في ديننا فنذهب في أرض الله. قال: صاحبكم الله. ثم ذهب، فجاءني زوجي عامر بن ربيعة، فلما أخبرته خبرهم ترجينا أن يسلم. وهذا ابنها عبد الله بن عامر يحدثنا عن قيمة تربوية عظيمة نهديها إلى الأمهات اللاتي يسرفن في الوعود لأبنائهن ولا يصدقن في شيء منها. يقول ابن حجر في الإصابة: روى الليث ابن سعد عن محمد بن عجلان أن رجلا من موالي عبد الله بن عامر حدثه عن عبد الله بن عامر قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: هاك، تعال أعطيك شيئا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أردت أن تعطيه؟ فقالت: أعطيه تمرا. فقال: أما أنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. فليحذر أولئك الذين يعدون ولا يوفون ويقولون ولا يصدقون أن يفقد أبناءهم ثقتهم بهم. 5. الشفاء بنت عبد الله بن شمس بن خلف القرشية. أسلمت الشفاء قبل الهجرة وهاجرت إلى المدينة، فكانت من المهاجرات الأول وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يأتيها ويقيل عندها في بيتها. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: علمي حفصة رقية نملة كما علمتيها الكتابة. وأقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا عند الكحالين، فنزلتها مع ابنها، وهي صحابية جليلة ذات عقل وفضل وسداد رأي. كان عمر بن الخطاب يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها، وربما ولاها شيئا من أمر السوق. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب، وروى لها أبو داود. لقد كانت الشفاء كاتبة تكتب في الجاهلية، وها هي ذي تتولى في الإسلام تعليم حفصة أم المؤمنين الكتابة. ولعل شخصية الشفاء أعجبتك، ولعل ما يسعدك أن نذكر لك حديثا روته عن أفضل الأعمال في المسند من طريق المسعودي كما جاء في الإصابة،
عن الشفاء بنت عبد الله وكانت من المهاجرات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال: إيمان بالله وجهاد في سبيله وحج مبرور. قال ابن سعد: وكانت من عقلاء النساء وفضلائهن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويقيل عندها في بيتها، وكانت قد اتخذت له فراشا وإزارا ينام فيه، فلم يزل ذلك عند ولدها حتى أخذه منه مروان بن الحكم. هامش الإصابة الجزء الثامن، انتهى الهامش. 6. فاطمة بنت قيس ابن خالد القرشية الفهرية. من المهاجرات الأوليات، كانت ذات حسن وجمال وعقل وكمال، وكانت زوجة لأبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها، فتقدم لخطبتها كثيرون منهم معاوية بن أبي سفيان، فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليها بأسامة ابن زيد فتزوجت به، فقالت: لقد اغتبطت بنكاحي إياه. وفي طلاقها ونكاحها سنن كثيرة مستعملة تناولتها كتب الحديث. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 34 حديثا، لها حديث متفق عليه في مسند عائشة، ولمسلم 3 أحاديث، وروى لها الجماعة، وهي التي روت حديث السكنى والنفقة للمطلقة بتة، وهي التي روت قصة الجساسة. هامش تاريخ الإسلام النفقة في الطلاق والعدة. الجساسة هي دابة زعموا أنها تجس الأخبار وتكون في الجزائر فيأتي بها الدجال، وهي المذكورة في حديث تميم الداري. انتهى الهامش. لقد عاشت في خدمة الدعوة، وحسبها أن أصحاب الشورى عند قتل عمر بن الخطاب قد اجتمعوا في بيتها، وأن بيتها شهد خطبهم المأثورة. قال الزبير: كانت امرأة نجودة، نجودة امرأة عاقلة نبيلة. إن كل واحدة من هؤلاء الصحابيات لا تخلو من جانب مشرق وضاء تسهم به في نشر دينها وإعلاء شأنه ورفع رايته. وإذا طاب لنا أن نتحدث عن الهجرة والمهاجرين والمهاجرات، فإننا لا ننسى الدور الكبير الذي قام به الأنصار في تهيئة الأمن والأمان للمهاجرين. لقد وسعتهم قلوبهم قبل أن تسعهم دورهم وأموالهم. لقد نزل رجل ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى إحدى زوجاته: هل عندك طعام؟ فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء. ثم قال لأصحابه: من يستضيف هذا الرجل؟ فقام رجل من الأنصار وقال: أنا أضيفه يا رسول الله. فأخذ بيده إلى داره وقال لزوجته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: وهل عندنا إلا ما يكفي أولادنا؟ فقال لها: أنيميهم، فإذا أعددت الطعام فأطفئ السراج، ثم وضع الطعام أمام الرجل فجعل يأكل حتى شبع، وبات الأنصاري وزوجته طاويين. ولما أصبح الصباح قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعك، فأنزل قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سورة 7. المرأة المسلمة مجاهدة. نسيبة بنت كعب الأنصارية، أم حبيب بنت العاص القرشية، أم حرام بنت ملحان، حمنة بنت جحش الأسدية، هند بنت عمرو ابن حرام،
سمية أم عمار مجاهدات فدائيات. المرأة والمشاركة الإيجابية. من يتأمل صفحات تاريخنا الإسلامي يجد أن المرأة المؤمنة قد شاركت خلال مراحل النضال في معارك مختلفة مشاركة إيجابية فعالة، غير مكتفية بالغضب أو الشكوى أو المقاومة السلبية، وإننا لنراها في كل معركة تقف بنفسها على تفقد الجرحى ومداواتهم بنفسها وتعايشهم في مشاكلهم، حتى لك أنها أم المجاهدين. لقد كانت عنصرا إيجابيا ناشطا قادرا على المشاركة في تحمل المسؤوليات، فأدت واجبها في ميادين النضال والكفاح على أكمل وجه وأتمه، تعمل بين طعنات الرماح وضربات السيوف وتساقط النبال كالمطر على المسلمين لإيصال الغذاء والدواء والسقاء للمقاتلين. لقد كانت تقوم بالحراسة وإعداد الزاد والعتاد، وتقف مرابطة خلف الصفوف المناضلة تسقي العطش وتداوي الجرحى وتمرض المرضى، ثم تشترك في المعركة عندما يدعو الداع. وحسبها فخرا أنها كانت أول شهيدة في الإسلام، فما كان أول شهيد رجلا، ولكنها كانت السيدة سمية رضي الله عنها وأرضاها. هامش أسد الغابة، الجزء السابع. انتهى الهامش. وها هي ذي نماذج منهن كنا حول الرسول صلى الله عليه وسلم. 1. نسيبة بنت كعب الأنصارية أم عمارة. من واجب كل منا أن يسائل نفسه بين الحين والحين، ما المبادرات التي قمت بها لإعلاء ديني ورفع رايته؟ وأين أنا من أولئك السابقين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة؟ وهل أحذو حذوهم؟ وهل أضحي بالنفس والمال كتضحياتهم؟ وماذا قدمت لله ولرسوله؟ إن مثل هذا التساؤل يرينا أين نحن على الطريق، وعندئذ نواصل المسيرة أو نعدل المسار. لا يكفي أن يكون أحدنا عضوا منتسبا إلى الإسلام، بل لا بد أن يكون عضوا عاملا نافعا ينفع نفسه وينفع أمته، يلبي نداء الواجب. إن أم عمارة مثل من أمثلة الشجاعة الدائمة في كل موقف، إنها صورة للبطولة المتجددة التي لا تتخلى عن واجبها حين يدعوها الواجب. كل هدفها أن تجمع بين عزة الدنيا ونعيم الآخرة. إنها صحابية جليلة. كانت إحدى امرأتين انضمتا إلى 70 رجلا من الأنصار لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية، وكان معها زوجها زيد بن عاصم وابناها منه حبيب الذي قتله مسيلمة بعد، وعبد الله وهو راوي حديث الوضوء، أما المرأة الثانية فهي أختها. وإن دل موقفها على شيء فإنما يدل على شجاعة القلب ومروءة النفس وصدق البلاء وسرعة النجدة، وليس أدل على ذلك مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم آنذاك لمبايعيه: الدم الدم والهدم الهدم. هامش حديث صحيح رواه ابن إسحاق في المغازي عن ابن هشام وأحمد وابن جرير في تاريخه من طريق ابن إسحاق. انتهى الهامش. الدم الدم والهدم الهدم، أنتم مني وأنا منكم، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. هامش وأما قوله في آخر القصة أنتم مني وأنا منكم، فأخرجه ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر مرسلا، فهو ضعيف، ورواه ابن جرير من طريق ابن إسحاق. انتهى الهامش.
تلك كانت البداية. ويلخص ابن سعد في طبقاته صورة رائعة لمبادراتها فيقول: أسلمت أم عمارة وحضرت ليلة العقبة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت أحدا والحديبية وخيبر وعمرة القضية وحنين ويوم اليمامة وقطعت يدها وسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. ولندع نسيبة تحدثنا عن مبادراتها كما رواها ابن سعد. قالت أم عمارة نسيبة بنت كعب: شهدت عقد النبي صلى الله عليه وسلم البيعة له ليلة العقبة وبايعت تلك الليلة مع القوم. وتقول عن موقفها يوم أحد: خرجت أول النهار إلى أحد وأنا أنظر ما يصنع الناس ومعي سقاء فيه ماء، فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه والدولة والريح للمسلمين، فلما انهزم المسلمون انحست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أباشر القتال وأذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف وأرمي بالقوس حتى خلصت إلي الجرح. وتسألها أم سعيد بنت ابن ربيع راوية الحديث عن ذلك الجرح الذي رأته على عاتقها غائرا أجوف، فتقول: أقبل ابن قميئة وقد ولى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيح: دلوني على محمد فلا نجوت إن نجا. فاعترض له مصعب بن عمير وناس معه كنت فيهم فضربني. يقول عنها الإمام الذهبي: هي الفاضلة المجاهدة الأنصارية الخضرجية النجارية المازنية المدنية. كان أخوها عبد الله بن كعب من البدريين، وكان أخوها عبد الرحمن من البكائين. شهدت أم عمارة ليلة العقبة، وشهدت أحدا والحديبية، ويوم حنين، ويوم اليمامة، وجاهدت وفعلت الأفاعيل. روي لها أحاديث وقطعت يدها في الجهاد. ويقول الواقدي: شهدت أحدا مع زوجها ومع ولديها من زوجها الأول. خرجت تسقي ومعها شن، الشن القربة الخلقة، وقاتلت وأبلت بلاء حسنا، وجرحت 12 جرحا. ويروي الإمام الذهبي عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان. ويقول ابن سعد: وكان يراها يومئذ تقاتل أشد القتال، وإنها لحاجزة ثوبها على وسطها حتى جرحت 13 جرحا، وكانت تقول: إني لأنظر إلى ابن قميئة وهو يضربها على عاتقها، وكان أعظم جراحها، فداوته سنة، ثم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد، فشدت عليها ثيابها فما استطاعت من نزف الدم، رضي الله عنها ورحمها. ويروي ابن سعد على لسانها قالت: رأيتني وانكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بقي إلا في نفير ما يتمون 10، وأنا وابناي وزوجي بين يديه نذب عنه والناس يمرون منهزمين. ورآني ولا ترس معي، فرأى رجلا موليا ومعه ترس، فقال لصاحب الترس: ألق ترسك إلى من يقاتل، فألقاه، فأخذته فجعلت أتترس به عن رسول الله. وإنما فعل الأفاعيل بنا أصحاب الخيط، لو كانوا رجالة مثلنا أصبناهم إن شاء الله. فيقبل رجل على فرس فيضربني
وتترست له فلم يصنع شيئا وولى، فأضرب عرقوب فرسه فوقع على ظهره، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصيح: يا ابن أم عمارة، أمك أمك. قالت: فعاونني عليه حتى أوردته شعوب. هامش شعوب أي قتلته، وشعوب اسم من أسماء المنية. انتهى الهامش. ويروي الإمام الذهبي على لسان ابنها عبد الله بن زيد قوله: جرحت يوما جرحا وجعل الدم لا يرقى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعصب جرحك، فتقبل أمي إلي ومعها عصائب في حقوها، فربطت جرحي والنبي صلى الله عليه وسلم واقف، فقال: انهض فضارب القوم، وجعل يقول: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ فأقبل الذي ضرب ابني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ضارب ابنك. قالت: فاعترض له، فأعترض له فأضرب ساقه فبرك، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم حتى رأيت نواجذه، وقال: استقدت يا أم عمارة. استقدت أي انتقمت. ثم أقبلنا نعله بالسلاح حتى أتينا على نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي غفرك. هامش نعله أي نتابع ضربه بالسلاح. والحديث له بقية ذكرها ابن سعد. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها ولولديها. يروي الإمام الذهبي عن عبد الله بن زيد بن عاصم يقول: شهدت أحدا فلما تفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دنوت منه أنا وأمي ندب عنه، فقال ابن عمارة: فقال ابن أم عمارة: قلت نعم. قال: ارمي. فرميت بين يديه رجلا بحجر وهو على فرس، فأصبت عين الفرس، فاضطرب الفرس فوقع هو وصاحبه، وجعلت أعلوه بالحجارة والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم، ونظر إلى جرح أمي على عاتقها فقال: أمك أمك، أعصب جرحها، اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. قالت: ما أبالي ما أصابني من الدنيا. تلك هي أم عمارة، رفعت لواء الدين ودافعت عن رسول رب العالمين. جرحت بأحد 12 جرحا، فقدمت المدينة وبها الجراحة. ولقد رؤي أبو بكر رضي الله عنه وهو خليفة يأتيها يسأل عنها، وأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمروط فيها مرط جيد، فبعث به إلى أم عمارة. مرط كساء من خز أو صوف أو كتان. ومضت الأيام وظلت نسيبة تخدم الإسلام وتؤدي واجبها في الحرب والسلام، وشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، وهي بيعة المعاهدة على الشهادة في سبيل الله. ولحق الرسول صلى الله عليه وسلم بربه مع الرفيق الأعلى، وظهر اللعين مسيلمة الكذاب، ويهب الجميع لمحاربته، وفيهم حبيب ابن زيد بن عاصم ولد نسيبة، ويقع حبيب في يد مسيلمة أسيرا، فيذيقه ألوان العذاب، ولكنه يظهر من الصبر والتجلد ما يخيب ظن مسيلمة فيه، فيقول له مسيلمة: أتشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول حبيب: نعم. فيقول له: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. فقطع مسيلمة جسم حبيب حتى مات. وعندما علمت نسيبة بمصرع ابنها
نظرت ألا يصيبها غسل حتى يقتل مسيلمة، وخرجت إلى معركة اليمامة مع ابنها الآخر عبد الله، وكانت حريصة على أن تقتل مسيلمة بيدها، ولكن القدر أراد أن يكون القاتل له هو ابنها عبد الله الذي ثأر لشقيقه حبيب. وقد ذكر الواقدي ما أبلته في هذه الحرب فقال: لما بلغها قتل ابنها حبيب على يد مسيلمة الكذاب، عاهدت الله أن تموت دون مسيلمة أو تقتل، فشهدت موقعة اليمامة مع خالد بن الوليد، فقتل مسيلمة وقطعت يدها في الحرب. تقول أم عمارة: تقطعت يدي يوم اليمامة وأنا أريد قتل مسيلمة، وما كان لي ناهية أي مانع حتى رأيت الخبيث مقتولا، وإذا ابني عبد الله بن زيد يمسح سيفه بثيابه، فقلت له: أقتلته؟ قال: نعم، فسجدت لله شكرا. ويقول المؤرخون إن وحشيا قاتل حمزة اشترك مع عبد الله في قتل مسيلمة، رحم الله نسيبه رحمة واسعة، وهنيئا لها بهذا الرضا السامي، ورضي الله عنها وأرضاها. 2. أم حبيب بنت العاص القرشية. يقول ابن عساكر في تاريخه عنها: هي مجاهدة جليلة، أدركت عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وشهدت اليرموك، وحضت الرجال على القتال. لما شد طرف من الروم على عمرو بن العاص انكشف هو وأصحابه حتى دخلوا أول المعسكر، وهم في ذلك يقاتلون ويشدون ولم ينهزموا هزيمة ولا فيها الظفر. فنزلت النساء من التل بعمد يضربن وجوه الرجال، وقادت أم حبيب الناس وهي تقول: قبح الله رجلا يفر عن حليلته، وقبح الله رجلا يفر عن كريمته. فتراد المسلمون، وزحف عمرو وأصحابه حتى عادوا إلى قريب من مواقعهم. أرأيت ماذا كانت تفعل النساء في صدر الإسلام؟ أرأيت دورهن في العمل على تحقيق النصر؟ تاريخ ابن عساكر. 3. أم حرام بنت ملحان. خالة أنس بن مالك، وأخت أمي سليم، وزوجة عبادة بن الصامت، وهي الأنصارية النجارية المدنية. ويقول ابن حجر في الإصابة: قال أبو عمر في الاستيعاب: لا أقف لها على اسم صحيح، وثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره عن طريق الموطأ لمالك عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى قباء دخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، فدخل عليها فأطعمت فنام ثم استيقظ وهو يضحك. الحديث في شهداء البحر. وفي آخره قال: فركبت أم حرام البحر في زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فماتت. وفي بعض طرقه في البخاري عن أنس عن أم حرام بنت ملحان وكانت خالته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بيتها فاستيقظ وهو يضحك وقال: عرض علي أناس من أمتي يركبون ظهر البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. ثم نام فاستيقظ وهو يضحك، فقلت: يا رسول الله ما يضحكك؟ فقال: عرض علي ناس من أمتي يركبون ظهر البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين.
فتزوجها عبادة بن الصامت فأخرجها معه، فلما جاز البحر ركبت دابة فصرعتها فقتلتها. قال ابن الأثير في أسد الغابة: وكانت تلك الغزوة غزوة قبرص، فدفنت فيها، وكان أمير ذلك الجيش معاوية ابن أبي سفيان في خلافة عثمان، ومعه أبو ذر وأبو الدرداء وغيرهم من الصحابة، وذلك في سنة 27. روت عنه صلى الله عليه وسلم 5 أحاديث، وأخرج لها منها في الصحيحين حديث واحد متفق عليه. ويقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: حديثها في جميع الدواوين سوى جامع أبي عيسى كانت من علية القوم، حدث عنها أنس بن مالك وغيره. ويروي الإمام الذهبي أيضا عن أنس قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو إلا أنا وأمي وخالتي أم حرام، فقال: قوموا فلأصلي بكم، فصلى بنا في غير وقت الصلاة. 4. حمنة بنت جحش الأسدية أخت أم المؤمنين زينب، كانت زوج مصعب بن عمير، فقتل عنها يوم أحد، فتزوجها طلحة بن عبيد الله فولدت له محمدا وعمران. قال أبو عمر في الاستيعاب: كانت من المبايعات وشهدت أحدا، فكانت تسقي العطش وتحمل الجرحى وتداويهم. وقال ابن سعد: أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر 30 وسقا. وهي والدة محمد بن طلحة المعروف بالسجاد. إن حمنة رضي الله عنها نموذج رائع للتضحية والفداء، وهي ابنة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمها أميمة بنت عبد المطلب. ولقد كان موقفها في أحد مما تزل دونه أقدام الرجال. قال المؤرخون: إنها كانت تغشى المعركة فتحمل الجريح وتعود به حيث تأسو جراحه. ولقد كانت حمنة رضي الله عنها مسلمة مثالية بكل ما في الكلمة من معنى، كانت مجاهدة صابرة محتسبة. فقدت زوجها مصعب بن عمير في هذه المعركة، فرضيت بقضاء الله واحتسبته عنده، وعوضها الله عنه طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، فولدت له السيد التقي محمد بن طلحة المعروف بالسجاد. وتمر الأيام والأعوام، فإذا الناس يذكرون حمنة ومصعبة وطلحة بكل الخير. لقد كانوا جميعا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في خدمة الدعوة الوليدة، يرفعون راية الإسلام ويواجهون أعداءه وينشرون دعوته. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذا تحدث الناس عن نساء في القمة فإن حمنة بنت جحش تتراءى لنا بينهن شامخة عالية القدر. قال ابن سعد في الطبقات: أطعمها الرسول صلى الله عليه وسلم من خيبر 30 وسقا، وهي والدة محمد بن طلحة المعروف بالسجاد. 5. هند بنت عمرو ابن حرام زوجة عمرو بن الجموح. امتلأ قلبها بالإيمان وحب الدين الجديد، فراحت تؤيد صاحب الرسالة وتحرض ذويها على قتال المشركين في أحد. وكان زوجها سيدا من سادات بني سلمة وشريفا من أشرافهم. وعلى الرغم مما كان بزوجها من عرج وليس على الأعرج حرج، فقد اندفع زوجها وراح يقاتل أعداء الله حتى استشهد. واستشهد ابنها خلاد وأخوها عبد الله، فحملتهم على بائرها وأتت المدينة لتدفنهم. ولمحتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
فقالت لهند: عندك الخير، ما وراءك؟ قالت هند: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فصالح، وكل مصيبة بعده جلل، أي صغيرة هينة، واتخذ الله من المؤمنين شهداء. قالت عائشة: من هؤلاء؟ قالت: أخي وابني خلاد وزوجي عمرو بن الجموح. قالت: فأين تذهبين بهم؟ قالت هند: إلى المدينة أقبرهم فيها. وزجرت أم خلاد البعير ليتابع مسيره فما استطاع، فلما وجهته جهة الميدان تحرك وأسرع حتى بلغ مكان المعركة، وهناك دفنهم الرسول صلى الله عليه وسلم معا، وقال لها: يا هند، ترافقوا في الجنة عمرو بن الجموح وابنك خلاد وأخوك عبد الله. ففرحت وقالت: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني معهم. ألا ما أكبر قلبك يا هند، وما أعمره بالإيمان، ومن ذاك الذي يحمل مثل هذا القلب في دنيا الرجال؟ يا عجبا، امرأة تفقد زوجها وابنها وأخاها في يوم واحد، فلا يرتجف لها قلب ولا تدمع لها عين، إنه الإيمان بالله ورسوله، لا مكان في قلبها للحزن، فهو عامر بالله وحب الشهادة في سبيله. لقد كنت يا هند في قمة الصبر والإيمان والثقة بما عند الله عندما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قتلاك، ففرحت تقولين: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني معهم. لست جازعة من الحياة، ولكنك راغبة فيما عند الله. وإن نعجب فعجب لهذه الأسرة المسلمة التي كانت هند ترعاها وتسهر عليها. زوجها عمرو بن الجموح يفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد، شاكيا له موقف أولاده منه، إنهم يريدون منعه من الخروج نظرا لما به من عرج، قائلين له: إن الله قد وضع عنك الجهاد، ولك عذرك، إنك مصاب في رجلك، والقرآن يقول: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. وما دام الحرج قد ارتفع عنه فلا عليه إن هو لم يذهب إلى المعركة ولم يشترك في القتال، لكنه يصر على تحقيق رغبته ويذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد فيقول: يا رسول الله، إن أولادي يريدون أن يحبسوني عن الخروج معك، والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. وعرض الرسول صلى الله عليه وسلم على أولاده أن يحققوا رغبته، فاستجابوا وخرج ونال الشهادة. وهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد رأيته وهو يطأ بعرجته في الجنة. لقد كان لعمر أربعة أبناء يجاهدون معه. فلنذكر دائما هذه الأسرة المسلمة التي أسهمت في رفع راية الإسلام. وكيف تنسى هند بنت عمرو ابن حرام؟ إنها شخصية لا تنسى. وتمر الأيام ويظل زوجها عمرو بن الجموح رمزا للجود والتضحية في سبيل الله. روى البخاري في الأدب المفرد والسراج وأبو الشيخ في الأمثال وأبو نعيم في المعرفة عن جابر قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد ابن قيس، على أننا نبخله. فقال بيده هكذا ومد يده: وأي داء أدوأ من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح. قال: وكان عمرو بن الجموح يولم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. قال أحمد: أتى عمرو بن الجموح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل، أمشي برجلي هذه في الجنة؟ قال: نعم. وكانت رجله عرجاء حينئذ. وقال ابن أبي شيبة في أخبار المدينة: أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت حتى أقتل في سبيل الله، أمشي برجلي هذه في الجنة؟ قال: نعم.
وكانت عرجاء، فقتل يوم أحد هو وابن أخيه، فمر النبي صلى الله عليه وسلم به فقال: فإني أراك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. هامش الإصابة، الجزء الرابع. انتهى الهامش. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما ومولاهما، فجعلوا في قبر واحد. وكثيرا ما كان يردد ما أنشده له المرزباني: أتوب إلى الله سبحانه، وأستغفر الله من ناره، وأثني عليه بآلائه بإعلان قلبي وإصراره. وستظل هند بنت عمرو ابن حرام نموذجا لفواضل نساء عصرها. يقول ابن سعد في الطبقات: أسلمت وبايعت وشهدت خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستة، سمية أم عمار ابن ياسر. صورة مشرقة لأول شهيدة في الإسلام، زوج ياسر وأم عمار. استطاعت بإيمانها أن تتحدى فرعون هذه الأمة أبا جهل، والكل يعلم من هو أبو جهل طغيانا وغلظة. كانت هي وزوجها وابنها عمار قد ألقي بأجسادهم فوق الرمال الساخنة لتتمكن السياط منها، وهم موثق الأيدي والأقدام حتى عجزوا عن الحركة تماما. لكنهم لم ينزلوا أمام هذا التعذيب عند إرادة أبي جهل، فلم يسمع من ياسر وابنه عمار غير الصمت والأنين، فلا يسعه إلا أن يضاعف التعذيب ليعلن ارتدادهما عن دين الإسلام. أما سمية فقد راحت تتحدى أبا جهل لا بالصمت والأنين، ولكنها كانت ترد بعنف مؤكدة له ألا أمل في محاولته، وأنها قررت أن تثبت على إيمانها مهما كان الثمن. ألم تستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مر بهم في العذاب: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، إن كل عذاب يهون في سبيل تلك الجنة. ووجد أبو جهل نفسه وقد تحدته امرأة ضعيفة وهزت كبرياءه وأذلت أنفه، فماذا يفعل؟ إن في مواصلة التعذيب إطالة لهذا التحدي، فلما لا يعاجلها بضربة قاضية؟ وكتب لها أروع صفحة من الخلود. واستطاعت أول شهيدة في الإسلام أن تجعل من موتها حياة للإيمان وللمثل وللمبادئ. وكما كان موت سمية نموذجا فذا للبطولة، كذلك كانت حياة الفئة المؤمنة في أقصى الظروف وأعنف الأحوال نموذجا عاليا للبطولة النادرة. يقول ابن حجر في الإصابة: كانت سمية بنت حباط مولاة أبي حذيفة ابن المغيرة ابن مخزوم، والدة عمار بن ياسر، سابعة سبعة في الإسلام. عذبها أبو جهل وطعنها في قبولها فماتت، فكانت أول شهيدة في الإسلام. وكان ياسر حليفا لأبي حذيفة فزوجه سمية فولدت له عمارة فأعتقه، وكان ياسر وزوجته وولده منها ممن سبقوا إلى الإسلام. ويقول ابن إسحاق في المغازي: حدثني رجال من آل عمار بن ياسر أن سمية أم عمار عذبها آل بني المغيرة على الإسلام وهي تأبى غيره حتى قتلوها. وكان صلى الله عليه وسلم يمر بعمار وأمه وأبيه وهم يعذبون بالأبطح في رمضاء مكة فيقول: صبرا آل ياسر موعدكم الجنة. هامش في ثبوت هذا السياق نظر، وعلته الأرسال، أخرجه ابن جرير في تفسيره وأبو نعيم وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن من طريق أبي عبيدة ابن محمد ابن عثمان ابن ياسر، وأخرجه الحاكم. انتهى الهامش.
وسوف تظل سمية رمزا للتضحية في سبيل إعلاء كلمة الله. أليست كما يقول مجاهد أول من أظهر الإسلام بمكة سبعة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال وخباب وصهيب وعمار وسمية. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فمنعهما قومهما، وأما الآخرون فألبسوا أدراع الحديد ثم صهروا في الشمس، وجاء أبو جهل إلى سمية فطعنها بحربة فقتلها. هامش أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن مجاهد وهو مرسل صحيح السند كما جاء في الإصابة. انتهى الهامش. وتظل سمية رمزا للتضحية والفداء في سبيل الله، ويعيش عمار ليشهد قتل من قتل أمه، فالقاتل يقتل ولو بعد حين. أخرج ابن سعد بسند صحيح عن مجاهد قال أول شهيدة في الإسلام سمية والدة عمار بن ياسر، وكانت عجوزا كبيرة ضعيفة، ولما قتل أبو جهل يوم بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار قتل الله قاتل أمك، قتل الله قاتل أمك. ولعل مما يلفت النظر أن يكون أول من دخل الإسلام امرأة، وأول من استشهد في الإسلام امرأة، فأين أنت من هذا الشرف العظيم؟ ثامنا، المرأة المسلمة مداوية وآسية. الربيع بنت معوذ، أم سنان الأسلمية، أم زياد الأشجعية، كعيبة بنت سعد، أمية بنت قيس الغفارية، رفيدة الأنصارية. آسيات مداويات. المرأة المسلمة في الوغى. من يتابع السيرة العطرة يجد أن نساء العرب في الإسلام لم يدعن لرجالهن خلة يستأثرون بها دونهن، ولم يتركن سبيلا من سبل العظائم ولا بابا من أبواب المجد والمكارم إلا وكن السابقات إليه، وإننا لنراهن قد جاذبن الرجال حبل البطولة واصطلينا نيران الحروب فكنا مؤيدات مناضلات. وكم رأينا المرأة المسلمة تخوض الحرب لما دون القتال من إفاضة الرحمة وبذل المعونة، تخدم الجرحى وتقضي حقهم، وتواسي في الوغى من نكب بيدها الآسية المداوية، تخفف آلام الجراح وتمنح الثقة والطمأنينة لمن ذاقوا ويلات الحرب بما منحها الله من جلال الصبر وقوة الإيمان. فإذا اشتملت الحرب العوان عليها رأيناها تفوق الأبطال وتناضل عن الرجال. وإليك نماذج للآسيات المداويات. واحد، الربيع بنت معوذ. تحت شجرة الرضوان بايعت الربيع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المبايعين، وهي البيعة التي عاهد المسلمون فيها ربهم ورسولهم على الموت في سبيل الله، والتي قال الله فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، كما قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فوجبت لها كلمة الله جلت كلمته. قال أبو عمر كانت ربما غزت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتجلى لنا ما كان للربيع من منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري والترمذي وغيرهما عن الربيع بنت
معوذ قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل علي غداة بني بي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال لها: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. هامش صحيح البخاري، باب ضرب الدف في النكاح والوليمة، مع فتح الباري، الجزء التاسع. قال ابن حجر العسقلاني: في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح، وفيه إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه له ما لم يخرج عن حد المباح. انتهى الهامش. وتتجلى منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم عندها فيما أخرجه ابن منده من طريق أسامة ابن زيد الليثي عن أبي عبيدة ابن محمد قال: قلت للربيع بنت معوذ: صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا بني، لو رأيته لرأيت الشمس طالعة. ويتجلى دورها في المعارك فيما أخرجه البخاري والنسائي وأبو مسلم عن الربيع بنت معوذ قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة، لفظ مسلم. وفي رواية البخاري: نسقي الماء ونجاوي الجرحى، الحديث. أرأيت أيتها الأخت المسلمة كيف كرمها الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوجت ووقف إلى جانبها كما وقفت إلى جانب الدعوة؟ أرأيت أنها كانت هي وفريقها يقمن بما يقوم به سلاح الإمدادات الآن؟ اثنان، أم سنان الأسلمية. امرأة من غمار من أسلم، وأسلم بطن من خزاعة، قدمت من باديتها إلى المدينة حين مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم إليها فبايعت، ورافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وهي التي مشطت صفية بنت حيي أم المؤمنين وأعدتها لتزف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كانت رضي الله عنها مجاهدة جليلة، فقد جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج إلى خيبر فقالت: يا رسول الله، أخرج معك في وجهك هذا، أخرز السقاء وأداوي المريض والجريح إن كانت جراح ولا تكون، وأبصر الرحلة، أبصر الرحلة عن الواقدي في المغازي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرجي على بركة الله، فإن لك صواحب قد كلمنني وأذنت لهن من قومك ومن غيرهم، فإن شئت فمع قومك وإن شئت معنا. فقالت أم سنان: معك. قال: فكوني مع أم سلمة، مع أم سلمة زوجتي. قالت: فكنت معها وشهدت فتح خيبر. هامش الحديث في المغازي والطبقات، ولمزيد من التفصيل يرجع إلى ترجمتها في طبقات ابن سعد، الاستيعاب لابن عبد البر، الإصابة لابن حجر، ذيل تاريخ الطبري. انتهى الهامش. وكانت تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجمعة والعيدين، وهي من اللواتي روين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنتها ثبيتة إحدى الثقات الفضليات من راويات الحديث. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة يقال لها أم سنان:
ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحان كان لأبي فلان، تعني زوجها، حج وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي أرضا لنا. قال: فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي؟ فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة. هامش: أخرجه الشيخان إلى قوله معي، والنسائي بتمامه. انتهى الهامش. 3. أم زياد الأشجعية مجاهدة مناضلة، وقفت إلى جانب الجيش الإسلامي يوم خيبر. أخرج حديثها أبو داود والنسائي وابن أبي عاصم، ورواه رافع ابن سلمة عن زياد الأشجعي أنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر 6 نسوة. قال: فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا فقال: بإذن من خرجتن؟ ورأينا في وجهه الغضب، فقلنا: خرجنا ومعنا دواء نداوي به الجرحى، ونناول السهام، ونسقي السويق، ونغزل الشعر، ونغزل الشعر، ونعين في سبيل الله. فقال: أقمنا؟ فلما فتح الله عليه خيبر قسم لهن من التمر كما قسم للرجال. المراجع: أسد الغابة لابن الأثير، والإصابة لابن حجر، وتهذيب التهذيب لابن حجر، والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن أبي عاصم كما جاء في الإصابة. انتهى الهامش. 4. كعيبة بنت سعد الأسلمية بايعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، وهي إحدى النجيبات المعدودات من طبيبات العرب ومن فواضل نساء عصرها. لم يكن عملها الشريف مقصورا على مواقف الحروب، بل كانت تداوي من ألم به المرض في كل آن. كانت تقام لها خيمة في المسجد تداوي فيها المرضى وتأس الجرحى. هامش ابن سعد في الطبقات. وكان سعد بن معاذ حين رمي يوم الخندق عندها تداوي جراحه حتى مات رضي الله عنه. وتقديرا من الرسول صلى الله عليه وسلم لجهودها في خيبر أعطاها سهم الرجل المجاهد رضوان الله عليها. ألم تكن بكل ما أوتيت من حول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي خدمة الدعوة الوليدة؟ من حق طبيبات اليوم أن يفخرن بها رائدة في عالم الطب والأطباء، وحق للممرضات أن يفخرن بها رائدة لهن. 5. أمية بنت قيس الغفارية زعيمة الآسيات هي فتاة من غفار قبيلة أبي ذر الغفاري. تسلل نور الإيمان إلى قلبها وهي ما زالت في طور الحداثة. قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على بعد المسافة، ولها 14 ربيعا، وراحت تتحين الفرصة المواتية لتسهم بعمل ما في خدمة الدعوة. خرجت إلى خيبر، وخيبر ناحية على 8 برد من المدينة لمن يريد الشام، تشتمل على 7 حصون ومزارع ونخل كثير. خرجت إلى خيبر على رأس نسوة من غفار تتزعمهن وهي لم تبلغ المحيض، تريد أن تقوم بما تقوم به البعثة الطبية في ميدان القتال، وتلقى الرسول صلى الله عليه وسلم فيردفها خلفه في مسيره، ويتاح لها أن تحسن القيام بما تقدمت، وتلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم مكافأة وتكريما.
لقد قلدها الرسول صلى الله عليه وسلم قلادة لم تغادر صدرها حتى ماتت، ودفنت معها طبقا لوصيتها. لقد أسلمت وبايعت بعد الهجرة، وشهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر كما قال ابن سعد. ألا تستحق أن يفرد لها التاريخ صفحة من صفحاته؟ لقد كانت من حول الرسول صلى الله عليه وسلم في خدمة الدعوة، أراحت تخدم الجرحى وتقضي حقهم، وتواسي في الوغى من نكب. إن النياشين والقلائد في القرن العشرين لا تتضاءل أمام هذه القلادة العظيمة، وحق لها ألا تغادر صدرها وقبرها. وإذا كان كل منا سوف يحشر على ما مات عليه، فإن أمية سوف تحشر وفي عنقها تلك القلادة التي تشهد لها عند ربها. لقد لقيت ربها وفي أذنها أصداء كلمات طاهرة كريمة: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ولعلك اشتقت إلى مزيد بيان عنها، وسوف أنقل لك صفحة من سيرة ابن هشام لتعيشي مع طلائع الإيمان مع أمية بنت قيس الغفارية. صفحة من السيرة النبوية لابن هشام. يقول ابن هشام تحت عنوان: شهود النساء خيبر وحديث المرأة الغفارية، قال ابن إسحاق: حدثني سليمان بن سحيم عن أمية بن أبي الصلت عن امرأة من بني غفار قد سماها لي، قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من بني غفار، فقلنا: يا رسول الله، قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا، وهو يسير إلى خيبر، فنداوي الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا. فقال: على بركة الله. قالت: فخرجنا معه، وكنت جارية حدثة، فأردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله. حقيبة الرحل مؤخرته. قالت: فوالله لنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح وأناخ، ونزلت عن حقيبة رحله، وإذا بها دم مني، وكانت أول حيضة حطها. قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت. تقبضت أمسكت بها حياء لأخفي الدم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ورأى الدم، قال: ما لك؟ لعلك نفستي. نفستي أي حطي. قالت: نعم. قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحة، ثم اغسلي به ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك. قالت: فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، رضخ لنا من الفيء، وأخذ هذه القلادة التي ترين في عنقي، فأعطانيها وعلقها بيده في عنقي، فوالله لا تفارقني أبدا. رضخ لنا أي أعطانا عطاء يسيرا لم يصل إلى نصيب السهم. قالت: فكانت في عنقها حتى ماتت، ثم أوصت أن تدفن معها. قالت: وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحا، وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت. وأراك تقولين: يا لها من فدائية تغامر بخوض المعركة لتكون في خدمة جيش المسلمين، تداوي الجرحى وتعين جيش المسلمين بما استطاعت، وهي تشهد في طريقها إلى خيبر أول حيضة لها. وأراك تقفين على سماحة الإسلام وتقدير القائد لكل الجهود ومكافأته عليها ماديا وأدبيا، وسوف تقولين: إنه الإسلام. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء.
6 رفيدة الأنصارية أو الأسلمية. امرأة من قبيلة أسلم كانت تداوي الجرحى ممن ليس لهم من يقوم بعلاجهم في خيمة لها بالمسجد النبوي. ذكرها ابن إسحاق في قصة سعد بن معاذ لما أصابه ما أصابه بالخندق، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اجعلوه في خيمة رفيدة التي في المسجد حتى أعوده من قريب. ثم يقول ابن إسحاق: وكانت امرأة تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين. وقال البخاري في الأدب المفرد: حدثنا أبو نعيم قال: ولما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فقيل حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة وكانت تداوي الجرحى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول: كيف أمسيت؟ وإذا أصبح قال: كيف أصبحت؟ فيخبره. وأورده في التاريخ بقصة وفاة سعد وسنده صحيح. ومهما تحدثوا عن العلاج بالمجان فسوف تظل رفيدة رائدة على مر الزمان. وفيها يقول الشاعر أحمد محرم في ديوانه الإلياذة الإسلامية: رفيدة علم الناس الحنانا وزيدي قومك العالين شانا، خذ الجرحى إليك فأكرميهم وطوفي حولهم آنا فآنا، وإذا هجع النيام فلا تنامي عن الصوت المردد حيث كانا. وتمر الأيام والأعوام وتظل خيمة رفيدة بالمسجد النبوي النموذج الرائع للخدمات الطبية في صدر الإسلام. 9 المرأة المسلمة عالمة راوية للحديث. الصديقة بنت الصديق أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي، أم أنس والدة عمران بن أبي أنس، فاطمة بنت أبي أسد بن هاشم، أم معبد الخزاعية، أم سليم بنت ملحان، راويات للحديث عالمات. نماذج منهن: من يقلب صفحات التاريخ يجد أن النساء في صدر الإسلام كان منهن معلمات فضليات انتفع بعلمهن ما لا يحصى من الرجال والنساء. ولا عجب، فقد أقبلنا على رواية الحديث إقبالا عظيما، وروى عنهن الكثيرون والكثيرات. فهذا ابن سعد في طبقاته يحدثنا عن 700 امرأة أروين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه. وهذا ابن حجر في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة يترجم 43,500 من المحدثات ويشهد لهن بالعلم ويوثقهن. وكان على رأسهن السيدة عائشة أم المؤمنين، فقد ضرب بها المثل في العلم، حيث كانت تحدث الناس وتصحح للصحابة وتفتيهم، بل وتستدرك على فتواهم وأقوالهم، حتى إن الإمام بدر الدين الزركشي ألف كتابا سماه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. لقد لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بربه، وعائشة أم المؤمنين لم تخط إلى 19 على أنها ملأت أرجاء الأرض علما، فهي في رواية الحديث نسيج وحدها، فلم يكن بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان أروى منها ومن أبي هريرة، على أنها كانت أدق منه وأوثق. وكانت من أنفذ الناس رأيا في أصول الدين ودقائق الكتاب المبين. وكان زعماء الصحابة إذا أشكلت عليهم الفرائض
المواريث فزعوا إليها فكشفت غوامضها ووضحت ما كان خافيا، ونبغ بفضل ذلك عدد كبير من النساء العربيات، وبرزن في علوم القرآن والحديث والفقه واللغة وشتى أنواع المعارف. وليس أدل على ذلك من أن الحافظ الذهبي المتوفى سنة 48 و700 وهو ثقة من ثقات المحدثين ألف كتابه ميزان الاعتدال في نقد رجال الحديث، خرج فيه 4000 متهم من المحدثين، ثم أتبع قوله بتلك الجملة: وما علمت من النساء من اتهمت ولا من تركوها. هامش ميزان الاعتدال الجزء 3، انتهى الهامش. وعلى مر الزمان منذ عهد عائشة أم المؤمنين حتى عهد الذهبي نجد أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حفظ ولا روي بمثل ما حفظ في قلوب النساء وروي على ألسنتهم. ذلكم الحافظ ابن عساكر المتوفى سنة 71 و500 أوثق رواة الحديث عقدة وأصدقهم حديثا حتى لقبوه بحافظ الأمة، كان من شيوخه وأساتذته 84 من النساء. هامش طبقات الشافعية الجزء 4، انتهى الهامش. فهل سمع الناس في عصر من العصور وأمة من الأمم أن عالما واحدا يتلقى عن 84 امرأة علما واحدة؟ ذلك ما يجعلنا نفكر من جديد ونتساءل أين نحن على الطريق. إن من واجب المرأة العربية في عصرنا أن تعيد النظر فيما هي مقدمة عليه بعد أن تتابع خطوات الرائدات الأوليات. وإليك طرفا من حياة الصديقة بنت الصديق كبيرة محدثات عصرها. 1. عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين. في مقدمة من سجل التاريخ فضلهن في النهضة الثقافية الفكرية منذ عصر النبوة، أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، فقد وعى التاريخ من جليل أعمالها وعلمها وفضائلها ما يملأ النفوس إجلالا لها وإعجابا بها. ولا غرو أن تبلغ عائشة ما بلغته من العلم والثقافة وبصيرة الفهم، وأن تصبح مرجعا أساسيا من مراجع الحديث والسنة يأخذ عنها المسلمون ما فيه تمام دينهم، فهي بنت الصديق في أكثر خصاله ومناقبه، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأحب نسائه إليه. دخلت المدرسة النبوية في نحو 9 من عمرها ولبثت 9 سنين تتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوفي عنها معلمها ورائدها وهي في ريعان الشباب بعد أن تخرجت على يديه وتلقت عنه، فكانت نابغة عصرها ومنارا يسترشد به الناس في أمور دينهم ومرجعا من مراجع العلم، ونابغة الفقهاء والمحدثين، وعالمة غزيرة العلم، وراوية من رواة الشعر النابهين. وإذا كنا نجد الكثير من فضليات المؤمنات تملأ أخبارهن وأسماؤهن صحائف متعددة في كتب طبقات المحدثين وغيرهم، حتى لقد استغرقت أعلام المحدثات وأنباؤهن المجلد 6 من مسند الإمام أحمد بن حنبل إلا قليلا من صحائفه، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تأتي في مقدمتهن. يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته لها: بنت الإمام الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر
عبد الله بن أبي قحافة، وأمها هي أم رومان بنت عامر. ثم يقول: هاجر بعائشة أبواها، وتزوجها نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل مهاجره بعد وفاة الصديقة خديجة بنت خويلد، وذلك قبل الهجرة ببضعة عشر شهرا، ودخل بها في شوال منصرفة عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر وهي ابنة تسع، فروت عنه علما كثيرا طيبا مباركا فيه، وعن أبيها وعن عمر وفاطمة وسعد وحمزة بن عمرو الأسلمي وجدامة بنت وهب. ولقد لقيت ربها، ومدة عمرها 63 سنة وأشهر. بعض مزاياها ولمحات من حياتها تتجلى فيها جوانب القدوة ونواحي العظمة. كانت السيدة عائشة ممن ولد في الإسلام، وهي أصغر من فاطمة 8 سنين، وكانت تقول: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. وكانت امرأة مهابة جميلة، ومن ثم يقال لها الحميراء. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، ولا أحب امرأة حبها. ويقول الإمام الذهبي: ولا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا في النساء مطلقا، امرأة أعلم منها. ونشهد أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فهل فوق ذلك مفخر؟ كيف كان زواجها؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام 3 ليال، جاء بك الملك في سرقة من حرير. سرقة من حرير قطعة من جيد الحرير. جاء بك الملك في سرقة من حرير، فيقول: هذه امرأتك، فاكشف عن وجهك فإذا أنت فيه. فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضيه. هامش الحديث رواه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وأخرج الترمذي عن عائشة أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. هامش المصدر السابق، وحسنه الترمذي وقال: لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عمرو ابن عمرو ابن علقمة المكي. انتهى الهامش. حب النبي صلى الله عليه وسلم لها. أحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا كان يتظاهر به، كما يقول الإمام الذهبي، بحيث إن عمرو ابن العاص وهو ممن أسلم 8 سنة من الهجرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. ويعلق الإمام الذهبي على هذا الحديث بقوله: وهذا خبر ثابت على رغم أنوف الروافض وما كان عليه السلام ليحب إلا طيبا. هامش أخرجه الشيخان والترمذي عن عمرو بن العاص. انتهى الهامش. وقد قال: لو كنت متخذا خليلا من هذه الأمة لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. فأحب أفضل رجل من أمته وأفضل امرأة من أمته، فمن أبغض حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حري أن يكون بغيضا إلى الله ورسوله. وحبه عليه السلام لعائشة كان أمرا مستفيضا.
ألا تراهم كيف كانوا يتحرون بهداياهم يومها تقربا إلى مرضاته؟ ويروي الإمام الذهبي عن عائشة قولها: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا لها: إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة، فقولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن يهدوا له أينما كان. فذكرت أم سلمة له ذلك، فسكت فلم يرد عليها، فعادت الثانية فلم يرد، فلما كانت الثالثة قال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. هامش متفق على صحته. وهذا الجواب منه صلى الله عليه وسلم دال على أن فضل عائشة على سائر أمهات المؤمنين بأمر إلهي وراء حبه لها، وأن ذلك الأمر من أسباب حبه لها. ولا عجب إذا سمع أنس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هامش متفق عليه من طرق عن أبي طوال سير أعلام النبلاء. انتهى الهامش. وتقول عائشة رضي الله عنها: لقد أعطيت تسعا ما أعطيتها امرأة بعد مريم ابنة عمران. 1- لقد نزل جبريل بصورتي في راحته حتى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني. 2- ولقد تزوجني بكرا وما تزوج بكرا غيري. 3- ولقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجري. 4- ولقد قبرته في بيتي. 5- وإن كان الوحي أنزل عليه وإني لمعه في لحافه. 6- وإني لابنة خليفته وصديقه. 7- ولقد نزل عذري من السماء. 8- ولقد خلقت طيبة عند طيب. 9- ولقد وعدت مغفرة ورزقا كريما. هامش رواه أبو بكر الآجري عن أحمد بن يحيى الحلواني عنه، وإسناده جيد. وله طريق آخر عن بشر بن هشام نبأ الحكم بن هشام عن عبد الملك بن عمير قال: قالت عائشة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت عليكن بعشر ولا فخر. ويقول فيه الإمام الذهبي: هذا حديث صالح الإسناد ولكن فيه انقطاع. انتهى الهامش. فلا عجب إذا كانت أحظى نسائه صلى الله عليه وسلم وأحبهن إليه. النبي زوجا. تعطينا عائشة رضي الله عنها صورة لما كانت تعامل به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهديها إلى الأزواج لكي يتعلموا فن المعاملة وكيف تكون العلاقة بين الزوجين. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت ألعب بالبنات شتى اللعب، فتجيء صواحبي فينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخلهن علي فيلعبن معي. وفي لفظ: فكانت جواريهن يلعبن معي بها، فإذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم انقمعن فكان يسربهن إلي. وعن عائشة قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب بالبنات.
أي باللعب كما في الطبقات الجزء الثامن. وأنا ألعب بالبنات، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قلت: خيل سليمان ولها أجنحة. فضحك. سير أعلام النبلاء. ويروي الإمام الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، وإنه ليسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقف من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. غيرتها. تقول عائشة رضي الله عنها: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها. ويعلق الإمام الذهبي على هذا الحديث فيقول: قلت: وهذا من أعجب شيء أن تغار رضي الله عنها من امرأة عجوز توفيت قبل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة بمديدة، ثم يحميها الله من الغيرة من عدة نسوة يشاركنها في النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من ألطاف الله بها وبالنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتكدر عيشهما، ولعله إنما خفف أمر الغيرة عليها حب النبي صلى الله عليه وسلم لها وميله إليها، فرضي الله عنها وأرضاها. حسن العهد من الإيمان. وتحكي لنا عائشة رضي الله عنها صورة من صور تلك الغيرة ومعالجة الرسول صلى الله عليه وسلم للموقف، فتقول: دخلت امرأة سوداء على النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليها، قالت: فقلت: يا رسول الله، أقبلت على هذه السوداء هذا الإقبال؟ فقال: إنها كانت تدخل على خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. هامش سير أعلام النبلاء الجزء الثاني. انتهى الهامش. رؤية الله. وتضع السيدة عائشة رضي الله عنها النقاط على الحروف وتحسم الخلافة فتقول: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله تعالى، فقد أعظم الفرية على الله تعالى، ولكنه رأى جبريل مرتين في صورته وخلقه سادا ما بين الأفق. هامش المصدر السابق، وهذا حديث كما قال الإمام الذهبي صحيح الإسناد، ولم يأتنا نص جلي بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله تعالى بعينيه، وهذه المسألة مما لا يسع المرء المسلم السكوت عنها. فأما رؤية المنام فجاءت من وجوه متعددة مستفيضة، وأما رؤية الله عيانا في الآخرة فأمر متيقن تواترت به النصوص جميع أحاديثها، جمع أحاديثها الدارقطني والبيهقي وغيرهما. انتهى الهامش. من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله تعالى، ولكنه رأى جبريل مرتين في صورته وخلقه سادا ما بين الأفق. الهجر الجميل. ويصور لنا الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين لأبي أسامة عن هشام ما يسود العلاقة بينهما في حالي الرضا والغضب، بلفظ: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا.
قالت: وكيف يا رسول الله؟ قال: إذا كنت عني راضية قلت لا ورب، قلت لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت: أجل والله ما أهجر إلا اسمك. هامش يقول الإمام الذهبي: تابعه علي بن مسهر، وأخرج النسائي حديث علي. انتهى الهامش. الرخصة في التيمم. ويروي هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها استعارت قلادة في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانسلت منها، وكان ذلك المكان يقال له الصلصل، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبوها حتى وجدوها، وحضرت الصلاة ولم يكن معهم ماء، فصلوا بغير وضوء، فأنزل الله آية التيمم. قال لها أسيد بن الحضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط تكرهينه إلا جعل الله لك فيه خيرا. هامش رواه ابن نمير وعلي بن مسهر عنه كما قال الإمام الذهبي. انتهى الهامش. النبي صلى الله عليه وسلم يترضاها. روى أبو نعيم عن النعمان بن كثير عن النعمان بن كثير قال: استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عائشة ترفع صوتها عليه، فقال: يا بنت فلانة، ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها، ثم خرج أبو بكر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يترضاها، وقال: ألم تريني حلت بين الرجل وبينك؟ ثم استأذن أبو بكر مرة أخرى، فسمع تضاحكهما، فقال: أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. هامش أخرجه أبو داود والنسائي من طريق حجاج بن محمد عن يونس نحوه، لكنه قال: عن أبيه، عن إسحاق، عن العيذار، عن النعمان، وروى نحوه أحمد في مسنده. انتهى الهامش. سباق. ويجري الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين عائشة سباقا، فقد جاء فيما رواه هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته ما شاء، حتى إذا رهقني اللحم سابقني فسبقني، فقال: يا عائشة، هذه بتلك. هامش يقول الإمام الذهبي ورواه أبو إسحاق الفراوي عن هشام، فقال عن أبيه عن أبي سلمة عنها، أخرجه هكذا أبو داود. انتهى الهامش. لقد كانت أعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرعاهم لما يريده، وتخفف الجهد عنه، وكان لها من الفهم والرأي والبصيرة ما يطمأن إليه، وساعده ذلك على أن يفرغ لأعبائه الكبار التي تلقيها عليه مهام رسالته الجليلة. ولقد شاركت في شؤون مجتمعها برأيها وجهدها، مع المحافظة على الحجاب الذي فرض على أمهات المؤمنين. لقد أعطى الإسلام المرأة الحق في التعليم، وجعله فريضة على كل مسلم ومسلمة، وأهاب بها أن تصل إلى أعلى المستويات العلمية، يدفعها إلى ذلك قوله تعالى: وقل رب زدني علما، وقوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كما أوجب على أمهات المؤمنين أن يعلمن الناس ذكورهم وإناثهم، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة،
فكان الرجل يأتي إليهن ويستفتيهن ويتلقى ما يلقينه من أحكام الله ومكارم الأخلاق. ويروى عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قامت بدور كبير في هذا المجال، حيث كان المسلمون يفزعون إليها في القضايا العلمية والمسائل الفقهية فتذكرهم بالحق فيما اختلفوا فيه. وإلى جانب ذلك، أقر الإسلام مشاركة المرأة للرجل في ميدان القتال، وأفسح لها السبيل لتخرج مع الجيوش لتمريض المرضى ومداوات الجرحى وخدمة الجيش. ويقول الفقهاء في ذلك: إن الجهاد فرض كفاية، ولا يجب على أصحاب الأعذار لأعذارهم، ولا يجب على المرأة لأنها مشغولة بحق زوجها، ولكن إذا أذن الزوج لها أن تخرج مجاهدة أو أخذها معه في الجهاد لا يكون عليه ولا عليها في ذلك من حرج. وقالوا: هذا كله إذا لم يهجم العدو، فإذا هجم العدو وجب على جميع الناس أن يخرجوا للدفاع عن الحوزة، فتخرج المرأة بغير إذن زوجها كما يخرج الولد بغير إذن أبيه والعبد بغير إذن سيده. عنوان: حرصها على كرامة المرأة. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها شديدة الدفاع عن المرأة، حريصة على كرامتها، كما كانت في نفس الوقت شديدة الإنكار على اللواتي يخالفن بعض أحكام الشريعة. فقد واجهت نساء حمص عندما نزلنا عليها قائلة: لعل كنا من اللواتي يدخلن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. هامش، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وحينما رأت تغيرا في ملابس بعض النساء بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنكرت ذلك وقالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. متفق عليه. ونفتح صحيح مسلم على باب الإحسان إلى البنات ليروي لنا عنها، فيقول: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت وابنتاها، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. هامش: الابتلاء الامتحان، لكن أكثر استعمال الابتلاء في المحن، والبنات مما يعد منها، لأن أكثر هوى الخلق في الذكور، والإسلام لا يفرق بين البنات والذكور، فالله هو الواهب، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، والنساء شقائق الرجال، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. انتهى الهامش. ويقول أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن علمها: ما رأيت أحدا أعلم بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أفقه في رأي إن احتيج إليه، ولا أعلم بآية فيما نزلت ولا فريضة من عائشة. هامش الطبقات الجزء الثاني. انتهى الهامش. وتحدثنا السيدة عائشة رضي الله عنها فيما رواه النسائي في عشرة النساء وأخرجه مسلم في صحيحه، فتقول: والله
ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة له قط، ولا خادما له قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما، وإن كان إثما كان أبعد الناس. والله من تقم لنفسه من شيء قط يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله. وكانت رضي الله عنها تحسن القراءة، ولم يكن يعرف ذلك إلا عدد محدود من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا قسيمات عائشة في إذاعة العلم وإفاضة الدين على المسلمين. وكما كانت عائشة أم المؤمنين تجيد القراءة، كانت حفصة أم المؤمنين تحسن الكتابة، وكانت الشفاء بنت عبد الله ابن عبد شمس القرشية هي التي علمتها إياها. هامش الإصابة، الجزء السابع. ولقد ذكر القاسم بن محمد ابن أبي بكر ابن أخي عائشة أم المؤمنين أنها استقلت بالفتوى زمن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم إلى أن توفيت رحمها الله. ومهما حاولت أن أحصي مناقبها فلن ألم بها. ويقول ابن عبد البر إنها كانت إلى جانب علمها بالتفسير والحديث والفقه عالمة وعلى مستوى عالم بالطب والشعر والأنساب، وهي التي نزل القرآن ببراءتها من فوق سبع سماوات رضي الله عنها. وإليك بعض ما قيل فيها. قالوا في عائشة، هامش الإصابة في تمييز الصحابة. قال أبو برد ابن أبي موسى عن أبيه: ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أمر قط، فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. وقال مسروق: رأيت مشيخة أصحاب محمد الأكابر يسألونها عن الفرائض. وقال عروة بن الزبير: ما رأيت أحدا أعلم بالقرآن ولا بفرائضه ولا بحلال ولا بحرام ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا بنسب من عائشة. وقال أيضا: ما رأيت أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة. وقال أبو عمر ابن عبد البر: إن عائشة كانت وحيدة عصرها في ثلاثة علوم: علم الفقه وعلم الطب وعلم الشعر. وقال أبو الزناد: ما رأيت أحدا أروى لشعر من عروة، فقلت له: ما أرواك؟ فقال: ما روايتي في رواية عائشة، ما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعرا. وقال الزهري: لو جمع علم عائشة بعلم جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وجميع النساء كان علم عائشة أكثر وفي رواية أفضل. وقال معاوية ابن أبي سفيان: يا زياد، أي الناس أعلم؟ قال زياد: أنت يا أمير المؤمنين. قال: أعزم عليك. قال: أما إذا عزمت علي فعائشة. وقال محمد بن عمر: ربما روت عائشة القصيدة 60 بيتا والمئة. وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال المقداد بن الأسود: ما كنت أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بشعر ولا بفريضة من عائشة. وفي شرح الزرقاني وفتح الباري
أن عائشة كانت فقيهة جدا، حتى قيل إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها. وقال الذهبي في الكاشف إن عائشة أفقه نساء الأمة. وقال الزركشي في المعتبر إن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب كانا يسألانها في مسائل فقهية عديدة. وقالت عائشة إن الآية كانت تنزل علينا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحفظ حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها ولا نحفظها. مسند عائشة. روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2210 أحاديث، أخرج لها منها في الصحيحين 297 حديثا، والمتفق عليه منها 174 حديثا، وانفرد البخاري 54 حديثا، ومسلم 69 حديثا. وبذلك يمكننا أن نعد عائشة من المكثرين، فتأتي بعد أبي هريرة 5394 حديثا، وبعد عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي روى 2638 حديثا، وقبل ابن عباس الذي روى 1540 حديثا، وقبل أبي سعيد الخدري الذي روى 1170 حديثا. وجعل بعضهم المكثرين 7، وأنشد فيهم 7 من الصخب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضري، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة وابن عباس، كذا ابن عمر. علمها بالطب. كان عروة يقول لعائشة: يا أمتاه، لا عجب من فقهك، أقول زوجة نبي الله وابنة أبي بكر، ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس، أقول ابنة أبي بكر وكان أعلم الناس، ولكن أعجب من علمك بالطب، أين هو أو ما هو؟ قال: فضربت على منكبه وقالت: أي عرية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم عند آخر عمره أو في آخر عمره، وكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه فتنعت له الأنعات، وكنت أعالجها له. فمن ثم. هامش سير أعلام النبلاء، الجزء الثاني. وكيف لا وقد قال الزهري فيها: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. ويروي الإمام الذهبي بسنده عن الأحنف قال: سمعت خطبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء بعدهم، فما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه من فم عائشة. ويقول موسى بن طلحة: ما رأيت أحدا أفصح من عائشة. عنوان إيثار. وليس أدل على إيثارها غيرها على نفسها مما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في حديث طويل جدا عن عمرو بن ميمون الأودي، قال لي عمر: انطلق إلى أم المؤمنين عائشة فقل: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم بأمير المؤمنين، وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. قال: فاستأذن وسلم،
ثم دخل عليها وهي تبكي فقال: يقرأ عليك عمر السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده لنفسي ولا أوثرنه اليوم على نفسي. الحديث. إن سيرتها رضي الله عنها مرآة للفتاة ترى فيها كيف تستطيع أن تكون قوية الشخصية في غير تبذل، وأن تحافظ على جمال مظهرها في اتزان واحتشام، وكيف تتفهم دينها وتتعمقه حتى تصبح حجة فيه، وكيف تتحول الكلمة الدينية إلى تطبيق عملي صحيح، وكيف يكون العطاء الفكري والمادي، وكيف تكون الحياة الزوجية التي تساعد الزوج على النهوض بعمله والنجاح فيه. لقد أعطت السيدة عائشة الكثير والكثير، وكانت مرجعا لكثير من القضايا والمسائل الدينية، ورشحها كمال عقلها وسمو خلقها ودقتها وملازمتها للرسول صلى الله عليه وسلم لتكون ثقة في الحديث الشريف. لقد صحبته صلى الله عليه وسلم في كثير من غزواته، ولم تتردد في خدمة المحاربين وإغاثتهم بما هم في حاجة إليه، ولقد عرفت بعطفها على الناس وبرها بهم إلى درجة الإيثار. ولا عجب، فهي الصديقة بنت الصديق، وأمها أم رومان التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان. أخرجه ابن سعد عن القاسم بن محمد. ويقول الزركشي في عائشة: لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبواها مهاجران سواها، رضي الله عنها وأرضاها. وإنه لمن المجد أن نتيح لك الانتفاع بحديث روته أم المؤمنين عائشة عن أم سنبلة الأسلمية التي وفدت على البيت النبوي من بادية المدينة زائرة تحمل هديتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والبادية لا تستغني عنها الحاضرة، إذا دعاهم أهل الحاضرة أجابوا، وإن نادوهم لبوا النداء. إن أهل البادية عرب مثل أهل الحاضرة، ترفرف عليهم جميعا أعلام المحبة والتعاون والإخاء. لقد روت عائشة أم المؤمنين عن أم سنبلة الأسلمية حديثها في أهل المدينة، يعلمنا كيف تكون المعاملة بين أهل المدينة وأهل البادية. عن عروة سمعت عائشة تقول: أهدت أم سنبلة الأسلمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا، فدخلت عليه فلم تجده، فقلت لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن نأكل ما تهديه الأعراب. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقال: يا أم سنبلة، ما هذا معك؟ قالت: لبن أهديته إليك. قال: اسكبي يا أم سنبلة. فناولته رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب. فقالت عائشة: يا رسول الله، قد كنت حدثتنا أنك نهيت عن طعام الأعراب. فقال: يا عائشة، ليسوا بأعراب، هم أهل باديتنا ونحن أهل حاضرتهم، إذا دعوناهم أجابوا، فليسوا بأعراب. وأخرج النسائي في كتاب الكنى عن أم سنبلة: حدثتهم أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية، فأبى أزواجه أن يأخذنها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوها، فإن أم سنبلة من باديتنا ونحن أهل حاضرتها. ما هذه البساطة التي تتجلى فيما رواه سليمان بن بلال
عن عبد الرحمن وأخرجه ابن مندة حيث يقول فيها: قال: اسكبي وناولي أبا بكر، ثم قال: اسكبي وناولي عائشة، ثم قال: اسكبي وناولينيه فشرب. ورواه محمد ابن إسحاق عن عائشة. هامش الإصابة الجزء الثامن، وأخرجه ابن مندة وأخرجه ابن سعد وأخرجه أحمد. انتهى الهامش. أن لنا اليوم مثل هذه المشاعر الطيبة بين أهل البادية وأهل الحاضرة، وأن لنا اليوم هذا التقدير المتبادل وتلك المحبة في الله. بهذه الروح الطيبة سرت العقيدة السهلة البسيطة إلى النفوس فعمرت بحب الله ورسوله. ألا ما أبعد الفرق بين العرب والأعراب، إن الأعراب كما قال الله فيهم أشد كفرا ونفاقا. أما العرب فقد نزل القرآن بلسانهم قرآنا عربيا. والعرب سواء كانوا في البادية أم في الحاضرة إخوة، والبادية هي خط الدفاع الثاني للحاضرة، إن دعوهم أجابوا وإن نادوهم لبوا النداء. ألا ليتنا نعيد النظر إلى قرانا وريفنا فنوطد العلاقة بين القرية والمدينة، علاقة المودة والمحبة، لتسود كلمة الحكمة وتنتصر الراية ويعلو الحق. عنوان: عود على بدء. أما الآن فسوف أذكر لك من أقوالها مما ذكره صاحب نثر الدر. روي أن عائشة قالت: مكارم الأخلاق عشر: صدق الحديث، وصدق البأس، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، والمكافأة بالصنيع، وبذل المعروف، والتذمم للجار، والتذمم للصاحب، وقرى الضيف، ورأسهن الحياء. هامش نثر الدر للآبي الجزء الرابع. انتهى الهامش. ورأت رجلا متماوتا فقالت: ما هذا؟ فقالت: قد كان عمر رضي الله عنه زاهدا، فكان إذا قال أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب في ذات الله أوجع. وكانت تقول: لله در التقوى، ما تركت لذي غيظ شفاء. هامش نثر الدر للآبي. انتهى الهامش. وروي أنها كانت تقول: لا تطلبوا ما عند الله من عند غير الله بما يسخط الله. المصدر السابق. وقالت: من أرضى الله بإسخاط الناس كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن أرضى الناس بإسخاط الله جل ذكره وكله الله إلى الناس. وفيها يقول الأستاذ العقاد: إن غزارة الاطلاع والعلم بينة من لغة السيدة عائشة التي امتزجت بأسلوبها في كل ما نقل عنها، ولا سيما الخطبة والوصف خاصة، فقد كان لها مادة من اللغة لا تتهيأ بغير محصول كبير من أنباء العربية التي تستقى من أعرق مصادرها. ولا ريب أنها كانت تقتدي بأبيها في حفظ الأخبار والأنساب كما كانت تقتبس من ميراث أخلاقه وطباعه وملكاته. اثنان: أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي. عابدة من عابدات صدر الإسلام، روى حديثها ابن أبي عاصم وبقي بن مخلد أنها قالت: قلت يا رسول الله، يمنعنا أزواجنا أن نصلي معك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
صلاتكن في بيوتكن أفضل من صلاتكن في حجركن، وصلاتكن في حجركن أفضل من صلاتكن في دوركن، وصلاتكن في دوركن أفضل من صلاتكن في الجماعة. وأخرجه ابن خيثمة عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير. فذكر نحوه لكن بالإفراد، وزاد: وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها، فكانت تصلي حتى لقيت الله تعالى. هامش الإصابة، الجزء الثامن، والاستيعاب لابن عبد البر، وأسد الغابة لابن الأثير. انتهى الهامش. أعرفت أيتها الأخت المسلمة خير مكان لصلاتك؟ ثلاثة: أم أنس والدة عمران ابن أبي أنس. ونتوقف الآن مع أم أنس زوج أبي أنس ووالدة عمران ابن أبي أنس، لتحدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيح لمن يعمل به أن يكون في الجنة مع الرفيق الأعلى من الأنبياء والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. أخرج الطبراني من طريق محمد بن إسماعيل الأنصاري عن موسى بن عمران ابن أبي أنيس عن جدته أم أنس أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: جعلك الله في الرفيق الأعلى من الجنة وأنا معك. قال: أقيم الصلاة فإنها أفضل الجهاد، واهجر المعاصي فإنها أفضل الهجرة، واذكر الله كثيرا فإنه أحب الأعمال إلى الله. الإصابة. وأخرجه الطبراني أيضا من طريق إسحاق ابن إبراهيم ابن بسطاس: حدثني مربع عن أم أنس أنها قالت: يا رسول الله أوصني. فقال: اهجر المعاصي فإنها أفضل الهجرة. الحديث. وفيه: واذكر الله كثيرا فإنك لا تأتين الله بشيء أحب إليه من كثرة ذكر الله. هامش المرجع السابق، وفيه: قال أبو موسى: أورد الطبراني الأول ترجمة مستقلة، وأورد الثاني في ترجمة أم سليم والدة أنس بن مالك، وكأن هذه ثالثة كذا قال، وليس بظاهر، بل الظاهر أنهما واحدة غير أم سليم، وقد أفردها أبو عمر عن أم سليم، لكنه قال جدة يونس ابن عثمان، وكذا قال البخاري في التاريخ: يونس ابن عمران ابن أبي أنس عن جدته، فذكر الحديث باللفظ الأول. انتهى الهامش. أربعة: فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف. في السنة التاسعة من مسيرة الجهاد العظيم ماتت خديجة رضي الله عنها، فاشتد حزن الرسول صلى الله عليه وسلم على أعز نصرائه وأصدق وزرائه. ماتت خديجة، ولكن عطاء المرأة للنبوة لم يمت ولم ينقطع، فقد خلفتها على رعاية النبي وتأييده وتثبيته، صلى الله عليه وسلم وتأييده وتثبيته وتدبير شؤونه. امرأة لم تكن دونها رأيا ولا عطفا،
ولا عقلا ولا جاها ولا منصبا، وتلك هي فاطمة بنت أسد. إنها زوج عمه أبي طالب ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قائد المسلمين وصهر النبي الأمين. لم تكن فاطمة رضي الله عنها خلفا من خديجة فحسب، بل كانت خلفا من أبي طالب في الذود عن النبي صلى الله عليه وسلم والانتصار له، ولم يزل ذلك شأنها حتى هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة فتبعته في هجرته، فكان بيتها في المدينة كما كان في مكة مآبا طيبا ومقيلا كريما. يقول الإمام الذهبي في ترجمته لها: فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي والدة علي بن أبي طالب هي حماة فاطمة، كانت من المهاجرات الأول، وهي أول هاشمية ولدت هاشمية. كما يقول الزبير بن بكار فيها: هي أول هاشمية ولدت خليفة، ثم بعدها فاطمة الزهراء. ويقول ابن سعد: كانت امرأة صالحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها ويقيل في بيتها. ويقول ابن حجر: إنها توفيت قبل الهجرة، والصحيح أنها هاجرت وماتت بالمدينة. وبه جزم الشعبي قال: أسلمت وهاجرت وتوفيت بالمدينة. ولمسة الوفاء التي ينبغي ألا نتخلى عنها تتجلى فيما أخرجه ابن عاصم من طريق عبد الله بن محمد بن عمرو ابن عمر بن علي ابن أبي طالب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن فاطمة بنت أسد في قميصه، وقال: لم نلق بعد أبي طالب أبر بي منها. هامش الإصابة الجزء الثامن، انتهى الهامش. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينس لها برها به، ولا برها بزوجة ابنها علي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي: قلت لأمي: اكفي فاطمة سقاية الماء والذهاب في الحاجة وتكفيك الطحن والعجن. ألم أقل لك إنها كانت نموذجا لزوج العم وللأم وللحماة البارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبفاطمة ابنته؟ لقد كانت ذات صلاح ودين، عاشت في خدمة الدعوة الوليدة وتأييدها. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 46 حديثا، وفي الصحيحين لها حديث واحد متفق عليه. فلا عجب إذا ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يحترمها احتراما عظيما، ويزورها ويقيل في بيتها. وكما كانت فاطمة نموذجا في نصرة الله وتأييد رسوله منقطعة القرين، كذلك كان لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم لحقت بربها، فقد كفنها في ثوبه ونزل في قبرها واضطجع فيه، فكان حقا على القبر أن يشرق بنور الله ويعبق بروحه ويفيض برحمته. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيناك صنعت بأحد ما صنعته بهذا، فقال: إنه لم يكن بعد أبي طالب أبر بي منها. ذلك فضل الله يختص به من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هامش ابن جرير الطبري الجزء الرابع، وكتاب الطبقات الجزء السابع، وسيرة ابن هشام. وقد روى الإمام الذهبي الحديث بقوله: قال ابن عبد البر: روى سعدان بن الوليد السابري عن عطاء عن ابن عباس قال:
لما ماتت فاطمة أم علي ألبسها النبي صلى الله عليه وسلم قميصة واضطجع معها في قبرها، فقالوا ما رأيناك يا رسول الله صنعت هذا؟ فقال إنه لم يكن أحد بعد أبي طالب أبر بي منها، إنما ألبستها قميصي لتكسى من حلل الجنة، واضطجعت معها ليهون عليها. وعلق عليه الإمام الذهبي بقوله هذا غريب. انتهى الهامش. 5. أم معبد الخزاعية. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة هاجر من مكة إلى المدينة وأبو بكر رحمه الله وعامر بن فهيرة ودليلهما الليث عبد الله ابن أريقط، فمروا على خيمة أم معبد الخزاعية وكانت امرأة برزة جلدة تحتدي بفناء القبة ثم تسقي وتطعم، فسألوها لحما وتمرا ليشتروه منها فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك. هامش عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر من السابقين إلى الإسلام، شهد بدرا وأحدا وقتل يوم بئر معونة أسد الغابة، تحتبي تجلس جلسة عربية تشد ظهرها إلى ركبتيها بشملة لتتمكن من الجلوس. انتهى الهامش. وكان القوم مرملين مسنين، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ هامش مسنين أصابتهم السنة والفقر، كسر الخيمة داخلها. قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك. قال أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت بأبي أنت وأمي أنت. نعم إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة فمسح ضرعها وسمى الله ودعا لها في شاتها، فتفاجت عليه ودرت وأخثرت، ودعا بإناء يربض الرحط فحلب فيه فجا حتى غلبه الثمال، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب آخرهم وقال ساقي القوم آخرهم شربا، فشربوا جميعا عللا بعد نهر، ثم أرادوا، ثم حلب فيه ثانيا عودا على بدء حتى ملأ الإناء، ثم غادره وبايعها وارتحلوا عنها. فقل ما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا حبلا عجافا تساوك هزالا، مخهن قليل ولا نقا بهن، فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال من أين هذا يا أم معبد والشاء عازبة حيال ولا حلوبة في البيت؟ فقالت لا والله إنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت. قال صفيه لي يا أم معبد. فقالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيما قسيما في عينيه دعك وفي أشفاره وطف وفي صوته صحل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثافة، أحور أكحل أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب.
حلو المنطق، فصل لا نذر ولا هزر، كأن منطقه خرزات نظم تتحدرن. ربعة لا تشنئه من طول ولا تقتحمه العين من قصر. غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرة وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره. محفود محشود، لا عابس ولا مفند، صلى الله عليه وسلم. قال أبو معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره بمكة ما ذكر. ولو كنت وافقته لالتمست صحبته، ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وقيل لعلي بن أبي طالب: كيف لم يصف أحد النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته أم معبد؟ فقال: لأن النساء يصفن بأهوائهن فيجدن في صفاتهن. وأراك أيها القارئ الكريم تقول: وماذا كنا فاعلين لو لم نحصل على مثل هذا الوصف الذي يعطينا صورة جلية للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لك أننا نراه رأي العين، لكنها عاطفة الإيمان تملأ القلوب والأركان، فيكشف عنها اللسان بأحلى بيان، وما خرج من القلب فهو إلى القلب. هامش: تفاجت بالغت في تفريج رجليها، أخفرت أكثرت، يربض الرهط يرويهم ويشبعهم، ثج لبنا سائلا، الثمال ما يتراءى على سطح اللبن من رغوة، جمع ثمالة، تساوك تسير سيرا ضعيفا، مخاضهن قليل كناية عن الضعف، ونخاخ جمع مخ، نقا أي لا مخ لها لضعفها وهزالها، حيالة غير حوامل، ثجلة ضخامة البطن، الصعلة صغر الرأس، وقيل الخفة والنحول في البدن، وطف طول أهداب، الصحل البحة، السطع الطول، الزجج تقوس في الحواجب مع طول وامتداد، والأقرن المقترن الحواجب، النذر القليل الذي يدل على العي، يحف به الناس ويخدمونه فهو مطاع فيهم، المفند الضعيف الرأي. انتهى الهامش. ستة: أم سليم ابن ملحان أم أنس بن مالك. من أفاضل النساء يعرفها الجميع بكنيتها، أما اسمها فقد اختلفوا فيه، فقيل سهلة، وقيل رميثة، وقيل مليكة، وقيل الغميصاء أو الرميصاء. على كل فهي أم سليم، وهي أم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت قصتها مع مالك؟ لقد تزوجت مالك بن النضر في الجاهلية، فولدت أنسا قبل إسلامها، وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار، فغضب مالك وقال لها: أصبوتي؟ أي تركت دينك ودين آبائك في الجاهلية؟ قالت: ما صبوت، ولكني آمنت بهذا الرجل. ثم جعلت تنقن أنسا وتشير إليه بقولها: قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله. فكان مالك يقول لها: لا تفسدي علي ابني، فتقول: لا أفسده.
ثم خرج مالك يريد الشام، فلقيه عدو فقتله، فلما بلغها قتله قالت: لا أفطم أنسا حتى يدع الثدي. وكانت أم سليم تقول: لا أتزوج حتى يبلغ أنس ويجلس في المجالس، فيقول: جزى الله أمي عني خيرا، لقد أحسنت ولايتي. تجربة ثانية: خطبها أبو طلحة وهو مشرك فأبت، وقالت له: يا أبا طلحة، ألست تعلم أن إلهك الذي تعبده هو حجر لا يضرك ولا ينفعك، أو خشبة يأتي بها النجار فينجرها لك، هل يضرك هل ينفعك؟ أفلا تستحي من عبادتك هذا؟ فإن أسلم فإني لا أريد منك صداقا غير إسلامك. فوقع الإسلام في قلب أبي طلحة ونطق بالشهادتين، فتزوجته، وكان الصداق بينهما الإسلام. هامش: وعن أنس قال: تزوج أبو طلحة أم سليم رضي الله عنهما، فكان صداق ما بينهما الإسلام. أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها، فقالت: إني قد أسلم، فإن أسلمت نكحتك، فأسلم، فكان صداق ما بينهما الإسلام. أخرجه النسائي. انتهى الهامش. ألا ليتنا نراعي هذا الجانب عند اختيار الزوج، فلا نشق على المسلم ولا نكلفه ما يرهقه. لقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 14 حديثا، وأخرج لها منها في الصحيحين 4 أحاديث، أحدها متفق عليه، وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديث. وفي يوم أحد تقوم أم سليم بدورها فتسقي العطش وتداوي الجرحى. وأخرج ابن سعد بسند صحيح أن أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين، فقال أبو طلحة: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. فقالت: اتخذت إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه، وأقتل هؤلاء الذين يفرون عنك كما تقتل هؤلاء الذين يقاتلونك، فإنهم لذلك أهل. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن. ويروي ابن حجر بسنده فيقول: أخبرنا مسلم بن إبراهيم، أخبرنا ربعي بن عبد الله ابن الجارود، حدثني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم فتتحفه بالشيء تصنعه له، ولا عجب، فهي أنصارية خزرجية تنتمي إلى عدي بن النجار. ويروى أيضا عن أنس أنه حدثهم: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيتا غير بيت أم سليم إلا على أزواجه، فقيل له فقال: إني أرحمها، قتل أخوها وأبوها معي، وأخوها هو حرام ابن ملحان الشهيد الذي قال يوم بئر معونة: فزت ورب الكعبة لما طعن من ورائه فطلعت الحربة من صدره، رضي الله عنه. والجواب عن دخوله بيت أم حرام وأختها أنهما كانتا في دار واحدة. عنوان: أنس يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عن أنس أن أم سليم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، هذا أنس يخدمك، وكان حينئذ 10 سنين، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة حتى مات، فاشتهر بخادم النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام القرطبي
كانت أم سليم يوم حنين من بين الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ممسكة بعيرا لأبي طلحة وفي يدها خنجر دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويفرد الإمام مسلم في صحيحه بابا يتناول فيه فضائل أبي طلحة الأنصاري وزوجه أم سليم. ومن حق الزوجة المسلمة أن تطلع على شيء من فضائل أم سليم لتعرف كيف كانت تتصرف في الشدائد، وكيف كانت تصبر، وكيف واجهت الابتلاء بإيمان لا يتزعزع وثبات ويقين. عن أنس رضي الله عنه: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاء قربت إليه عشاء فأكل وشرب، فقال: ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها، فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب، فقال: تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. قال: فحملت. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا ربي أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. قال: تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا. قال: وضربها المخاض حين قدم فولدت غلاما، فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصادفته ومعه ميسم، فلما رآني قال: لعل أم سليم ولدت. الميسم هي الآلة التي يكوى بها الحيوان من الوسم وهو العلامة. لعل أم سليم ولدت. قلت: نعم. فوضع الميسم. قال: وجئت به فوضعته في حجره، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه حتى ذابت، ثم قذفها في فم الصبي فجعل الصبي يتلمضها، أي يديرها بلسانه ويحركها ويتتبع أثر التمر. ويروي: أبت الأنصار إلا حب التمر. الطبقات. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى حب الأنصار التمر. قال: فمسح وجهه وسماه عبد الله، فأنجب ورزق أولادا، قرأ القرآن منهم 10. والآن لم يبق إلا العمل البناء، وهذه دعوة موجهة إليك، فهل أنت على استعداد لتلقي الدعوة؟ دعوة المرأة إلى العمل الإيجابي. قال الله تعالى في سورة التوبة في الآية 71: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. انتهى كتاب نساء حول الرسول، القدوة الحسنة والأسوة الطيبة لنساء الأسرة المسلمة، من تأليف الأستاذ محمد إبراهيم سليم، الناشر مكتبة ابن سينا بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. وقرأ الكتاب عليكم نبو الملاح.